سليمان, Digital Tools Expert from L.A.L, Lebanese Alternative Learning. هالفيديوز هن جزء من المدرس بروجكت, ومن خلالهم رح نتعرف سوا على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على Socrative. إذا بدكم تعملوا quiz أو exit ticket أو reflection أو حيالة نوع من النشاط لتقيموا التلاميذ بأول الحصة أو بآخر الحصة, فSocrative هي الأداة المناسبة. خلينا نشوف كيف. أول شيء منفوت على www.socrative.com, مننقي البروغرام اللي نحنا بدنا إياه. نحنا رح ننقي for free, منكبس sign up. أول شيء في ثلاث أجزاء بدنا نعبيهم, أول شيء first name, last name, email and the password, منكبس next. مننقي organization type, أنا رح ننقي primary. school name, رح سمي اسم المدرسة اللي أنا فيها وبكبس على join. وآخر جزء بنقي role تبعي, رح نقي teacher, والphone number optional, بكبس على I agree, next. رح نقي account type, أكيد for free, finish. وهيك منكون صرنا بقلب Socrative. هلأ بدنا نشوفه هون. أول شيء هيدا التول عن جد هي كتير سهلة نستخدمها وما فيها كتير options. So أولا هنشوف مع بعض the quick question. So إذا نحن بالصف وبدنا نسأل التلاميذ سؤال سريع إن كان آخر الحصة ولا أول الحصة, في عندي ثلاث أنواع من الأسئلة, يا multiple choice, يا true or false, أو short answer. لنقول نحن نقينا short answer. حتى إذا ما بدي أكتب السؤال فيني أحط السؤال على اللوح والتلاميذ يفوتوا على هيدي تول اللي عم يستعملوها ويحطوا جوابهم أونلاين. لنقول السؤالنا لليوم هو مثلا How are you feeling today؟ فينا نقي إذا بدي يعني يحطوا كذا جواب, وإذا بدي التلاميذ يحطوا أساميهم بعمل Start. هلأ هيك هي بتبين عند الأساتذة. بقلب الفيديو رح فرجيكم أبقى كيف ببينوا الأشياء من عند التلاميذ كمان. بكبس على finish. هلأ دايما الأجوبة اللي بدها تبين بعدين بتبين بشيء اسمه reports. رح نرجع نفوت على launch. هون عندي quiz, space race و exit ticket. رح أكبس أول شيء على quizzes لفرجيكم كيف فينا نعمل quiz. نكبس على add, يا أما بعمل new quiz أو بعمل import لquiz أنا already عندي. رح أعمل new quiz, رح سميه مثلا how well do you know your body. أول شيء رح نعمل multiple choice. مثلا لنقول السؤال حيكون Do you think berries are good for your skin؟ أول جواب حيكون yes, تاني جواب حيكون no, تالت جواب حيكون it depends. بنقي أنا أيه هو الجواب الصحيح, وفيني زيد صورة إذا بدي, وبعمل بكبس على الصح. هيك بكون عندي أول سؤال. بزيد سؤال تاني لنقول true or false. رح تكون هون الجملة Your emotions are influenced by what you eat. بنقي إذا هي true ولا false رح true, وبرجع بنقي مثلا short answer, what do you do if you're not feeling well, وبيكون في عندهم محل يحطوا فيه كتير أجوبة. وبس نخلص بكبس save and exit. هيك بيكون هيدا الكويز صار عندي جاهز. بكبس على ثلاث نقاط, فيني أعمل duplicate ويصير عندي نسخة تانية منه وغير فيها أو اتركها مثل ما هي. فيني أعمله download, بقدر أعمله share مع التلاميذ. إذا بكبس على شير بقدر أعطيهم اللينك على حيالة بلاتفورم نحنا منستخدمه, وكمان فيني غير له الفولدر حطه بمحل تاني وفيني أعمله ديليت. رح نرجع نفوت على اللانش ورح أكبس على كويز. هون ببين عندي هذا الكويز اللي أنا هلأ عملته, بحط next وبقرر إذا أنا بدي يكون teacher based, يعني أنا بنقل من سؤال لسؤال بعطيهم وقت معين للتلاميذ ولا هن فين يشتغلوا عليه مثل على الوقت اللي هن بفضلوه. رح حطه أنا open navigation ورح أطلب أنه يحطوا أساميهم, وفيني كمان أغير شقلب الأسئلة, فيني شقلب الأجوبة. رح حط start. هيك بيكون بلش هيدا الكويز. هلأ للتلاميذ عليهم يفوتوا على socrative.com ورح فرجيكم كيف. رح نفوت على Socrative Student Login. بكبس على Student Login Socrative. الروم نيم رح أخذها من هون, سو هيدا اللي بتشوفوها فوق هي الروم نيم تبعنا. رح أكتب هلا 4590 join. بكتب اسمي هلا done. ببينوا عندي الأسئلة أنا كتلميذة, سو ببين عندي Do you think berries are good for your skin؟ أنا رح أحط مثلا yes. برجع بروح على السؤال الثاني, influence your emotions are influenced by what you eat, true. برجع بروح على السؤال الثالث وبحط مثلا I read every day, وبعمل finish quiz. وهيك بكون أنا كفيت الكويز. هلأ رح فرجيكم كيف ببين عند الأستاذ اللي عم يشوف التلاميذ هنا وعم يشتغلوا.
إذا فوت على results ببين عندي هون اسم التلميذ وقدي عنده أجوبة صح وقدي أخذ على الكويز. برجع بروح على launch. كمان في عندي space race. بنقي مثلا how well do you know your body الكويز اللي بدي وبعمل بقسمهم بفرق. So بيشتغلوا التلميذ بفرق مع بعض. بعطيهم الروكت icon مثلا حقول انه بدي فريقين. بعمل start. وهيك بيكونوا عم يشتغلوا الفريقين على الكويز وبس يقدموا اللي بخلص أسرع ببين عندي إنه خلصوا أسرع وهيك بيقدروا يتفاعلوا شوي أكتر مع هيدا النشاط. حتى كمان فينا أعمل exit ticket إذا بآخر الصف بدي أسألهم أسئلة عن كيف كانت السيشن شو تعلموا أو شو في أشياء هن بعضهم مثلا بدهم مساعدة فيها فينا أعملهم exit ticket وبيقدروا كمان يجاوبوا على السؤال. وهيك كان سريعا كيف نستخدم هيدا الأداة. stay tuned حتى نتعرف على غير online tools وكيف نستخدمهم بالفيديوز اللي جايين.